متابعي قناة شاهد، فيديو الرئيس الإسرائيلي يقوم بتعزية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوفاة حسني مبارك، ويكتب خطاب باللغة العربية وفي نهايته إن لله وإنا إليه راجعون، ولا يعلم معناها وإلا ما كانت إسرائيل بهذا الشكل. تابعوا معنا التفاصيل. في خبر فريد من نوعه ولم يتوقعه الشعب المصري، بعث الرئيس الإسرائيلي ريفلاين رسالة تعزية إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووردت فيها جملة كتبها ريفلاين بالعربية: وشدد ريفلاين في الرسالة على أن الرئيس مبارك كان ابنا برا لمصر وخادما مخلصا لشعبها، وكانت للخدمة التي قدمها على مدى حياته مساهمة كبيرة في تنمية وتطور مصر وفي استقرار المنطقة. وتابع الرئيس الإسرائيلي وقال: لقد كان حسني مبارك من الزعماء الشجعان الإسرائيليين والمصريين الذين أسسوا علاقات سلام جديدة بيننا، ولا نزال نذكر مشاركته في جنازة رئيس الحكومة الراحل إسحاق رابين الذي لقبه بالصديق. ولعل هذه الأسباب الرئيسية هي التي جعلت الرئيس الإسرائيلي يقدم التعزية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ونحن نعتقد أن الرئيس الإسرائيلي أول مرة في حياته يعملها أن هو يقدم رسالة تعزية لأي رئيس عربي توفى في هذه المنطقة. والأغرب ما كتبه ريفلاين باللغة العربية في نهاية الرسالة، وقد دعا لمبارك وقال: رحمه الله وأسكنه فسيح جنته، واستشهد بآية من القرآن الكريم: إن لله وإنا إليه راجعون. ولكن لابد أن نقول ونذكر، فهل يعلم معناها الرئيس الإسرائيلي معنى كلمة إن لله وإنا إليه راجعون؟ وإذا كان يعلم معناها بالفعل، لما قام بفعل هذا في فلسطين؟ وهل يعلم أن معناها أنه سوف يقف في يوم من الأيام بين أيادي الله وسوف يتم محاسبته عما يفعله؟